بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله في هذا الدرس راح نتكلم عن قاع المحيط. تبين بما لا يقبل الشك وجود أمواج عميقة تقريبا طولها 4000 متر، يسميها العلماء التيارات الداخلية، وهذه الأمواج تسبح في ظلام دامس ولا يكون لأحد علم بها وقت نزول القرآن. يقول تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أو كظلمات في البحر لجي يقشاها موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض. هذه سورة النور آية 40. هذا دليل على كلام العلماء في التيارات الداخلية التي تبلغ طولها 4000 متر. وطبعا 4000 متر في البحر ظلام دامس، لا يمكن لأحد أن ينظر إلى الأشياء إلا بالأجهزة المتطورة أو القواصات وتحصلها تنور في المكان، والله أعلم.